السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا والله وحياكم الله. أنا اليانو أو عبد الله في حلقة جديدة من لعبتنا الحبيبة دونت ستارت تقدر بعنوان الربيع. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيدنا الأضحى، يا رب أيامكم كلها أعياد وسعادة، ويا حظ اللي خرج واستانس وزار أهله وأصحابه وسلم على جيرانه وأحبابه، ولا عزاء للي مسك جواله وجلس في غرفته لحاله يكلم نفسه، يا رب إنك تهديه وتصلح حاله وتسعده باللي يرضيك عنه. الربيع وما أدراك ما الربيع، كلنا نحب المطر، والربيع في هذه اللعبة عبارة عن مطر، لكن يكرهوك فيه لدرجة يعني لازم تحمي نفسك منه، لأنه إذا كنت متبلل ينقص مخك بسرعة ويبرد جسمك أسرع، غير إن الأكل المتبلل يفسد أسرع وأغراضك تنزلق من يدك. يعني تخيل تكون مجنون ويجوك وحوش الظلال وسلاحك كل شوية يطيح لأنك متبلل، يعني هذه الحالة اللي الله يحرمنا منها. فعشان كذا كيف تعيش في الربيع؟ احمي نفسك من المطر، وهذا اللي راح نوضحه احنا نغامر. المظلة اللي صنعناها من بوس الشتاء احسن شيء يحميك من المطر، لأنها تحميك بنسبة 100% وفي نفس الوقت من البرق والصواعق، لكن عيبها لو كنتم جروب واحد بس اللي راح يستخدمها، والباقي لازم تعرف طرق ثانية عشان تحمي نفسك من المطر. وبداية اليوم مع صوت الكلاب اللي كل ما لهم عددهم يزيد، لو كانوا كثير وتوهقت تذبح الثلجي أول شي في وسطهم عشان تجمدهم بعدين تتسلى عليهم واحد واحد. أنا كنت محظوظ والكلاب جوني في النهار فكل الخنازير صاحيين، لكن يفضل إنه نبدأ نفكر في طريقة أحسن عشان نتعامل مع الكلاب. فراح نصنع ترابات وتحتاج منا سن الكلب اللي يطيح منهم وحبل وخشبة. حاليا ما معي قراصة، بسوي 3 عبال ما جمع زيادة. وبالمناسبة لما ينزل مطر في الربيع نسبة نمو الزرع تزيد بمعدل 300%، يعني 3 أضعاف النمو العادي، فاستغل هذا الشيء وازرع الأشجار وجمع التوت كل ما يطلع، ولبس المطر الخيار الأمثل لو ما عندك مظلة. عشان تصنعه لازم تزور المستنقع، لكن بنزل الكهف اجيب انوار للمصابيح وكم قراص. ولاحظوا انه في مطر ودرجة الحرارة قربت للصفر، فراح اخرج عشان لا اتجمد. وحصلنا اول جلد بدون معاناة، لكن الثاني الظاهر انه مطولين في المشي. انا احتاج جلدين بس عشان اصنع اللبس، ويطيح من التنتكل اما انك تذبحه بنفسك او تحصله طايح على الارض بعد ما يتهاوشوا مع بعض. اذا حصلت هذا الحجر يكون حول رؤوس الخنازير، كسرها عشان الجلد للخوذة وسلاح اللحمة، واحفظ مكانه لانه اذا مت تقدر ترسب منه، لكن ان شاء الله ما نموت. باقي ما كملت الكلمة وجاني الرد، انتبه من التنتكل، واللوت اللي على الارض يغريك في المستنقع، لكن تأكد انك راح تكون انت الضحية، فنلبس خوذة ونكمل بحث احسن. وهنا سوي نفسك شجرة. انا شجرة واحب حنان الناس، انا شجرة انا شجرة واحب حنان الناس، فانا كل احساس انمو يزيد جمالي لو قلتم تحت ظلالي. وخلهم يتهاوشوا، اول ما يموت التنتكل قول لهم شكرا واسرق اللوت وحط رجلك. اليوم الاول ما حصلنا الجلد الثاني اللي نبيه فرجعنا البيت، لانه ما بامشي في الليل في المستنقع. وبما انه عندنا قراص نقدر نزود الترابات شويتين، وبسوي درع واخلي الشنطة هنا لانه ما اقدر البس خوذة وفي نفس الوقت المظلة عشان المطر، ونكمل رحلة البحث عن الجلد لليوم الثاني. انا كنت بصنع هيل في البيت، لكن اكتشفت انه غرابنا اكلها في الشتاء، فراح اجمع العشب الاخضر مرة ثانية عشان نقدر نصنع بيت ونصنع هيل. بحاول اخلي العناكب يتهاوشوا مع التنتكل، بقيله شوية التنتكل ويموت، واضح مين اللي بقيله شوية ويموت. هيل نفسك بس. اخيرا مات ولا طيح لنا جلد. نرجع البيت باسرع وقت ممكن ونصنع بيت الغراب ونصيده ونحطه. اذا كان في الليل ينام فتقدر تشيله وتحطه عشان تصحيه، يحول لك اللحم الى بيض. لكن ما في خضار عشان اسوي هيل، بروح اجيب كم صبار. وجا نقير، يا سلام على الحظ، ونرجع بأسرع وقت ممكن نصنع كم طبخة تزيد الهيلث ونزين الوضع، يا سلام.
ونروح ندور جلد لليوم الثالث. اخيرا طيح لنا جلد ما بغينا. ناخذ الجلد ونرجع باسرع وقت. تدرون انا قررت اخذ عين التنتكل واعلمكم كيف تدوجوه. انا اسف، كنسل ومع السلامة، نرجع البيت احسن لنا. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. وفي جنب البيت ثلج، ليش ما ناخذه ونجمعه عشان الصيف، لانه نحتاجه مرة كثير. وحصلت بيض مخمج وهذا راح اصنع منه متفجرات تفجر اللي في بالي. برتب الادوات، صح انه الترتيب خايس لكن احب دائما تكون الادوات برا الصناديق عشان اللي احتاج استخدمه ما اصنع مرتين. وبنجمع نايتر على السريع لانه نحتاجه للمتفجرات ونفس الوقت نحتاجه للصيف ضروري. فتأكد انه في كمية عندك وجيب الجن باودر يا مدير، وبصنع كم طبخة قبل لا. يا ساتر، نبي نفجر وتفجرنا. زين انها جت في الصناديق ما هو شيء ثاني. وهذا عشان نسيت احط اللايتنج رود اللي يحميك من الصواعق واللي تزيد بنسبة كبيرة في الربيع. ما في مشكلة، الامور في السليم. نعيد ترتيب الاشياء وننظمها، وبحط حرة فلفل المسكين. بما انه في مطر خلونا نعرف كيف نتعامل لو ما في مظلة العين. ممكن تصنع المظلة العادية وهذه تمسكها في يدك وتحميك بنسبة 90% من المطر. عشان تزود النسبة الى 100% لازم تلبس معها خوذة، وافضل خوذة ممكن تلبسها الفوتبول هيلمت. واذا كانت النسبة 100% توقف جنب النار وتجفف نفسك، بس لازم تكون محمي بنسبة 100%. والفوتبول هيلمت احسن شيء لان نسبتها ما تنقص مع الوقت، بعكس قبعة البفلو او الماينر هات، بس برضو لازلت معرض للصواعق. بس لو تقدر تصنع الرين هات مع المظلة تحميك من المطر والصواعق في نفس الوقت. بس عيبهم انك تشغل يدك وراسك في نفس الوقت. ففي شيء احسن اللي هو لبس المطر اللي من بداية الربيع نحاول نجمع جلد عشان نصنع. ولبس المطر يحميك بنسبة 100% من المطر و 100% من الصواعق. نفس المظلة لكن عيبه انك لازم تنزل الشنطة عشان تلبسه. واحسن طريقة عشان تذبح التنتكل تفجرهم. بس حبتين ما تكفي، لازم 3 حبات لكل تنتكل واحدة. اخيرا من اول يا شيخ، كان فجرتهم احسن لي. ايوه كلاب، خلونا نجرب عليهم الترابات. احتاج تزود العدد، كل ما يتوفر عندك سنون زود الترابات، بس تأكد انهم بعيد عن اي شيء ينحرق لانه في الصيف تجيك كلاب نارية. وفي شيء ابي اصنعه اللي هو سلاح النور، وهذا تقدر تقول اقوى سلاح في اللعبة، لكن وقت المطر بس دمجه يوصل الى 72.5، وهذا اعلى دمج ممكن تحصله في سلاح. لكن عشان تصنعه تحتاج قرن الماعز، وغالبا ما يكونوا في الصحراء. في الطريق حصلنا هذه الزرعة، زرعة العيون، واللي تنبت بشكل عشوائي في الربيع. اضرب العين على خفيف وشيل النبتة معاك بنزرعها في البيت. واو يا البط الغزال، والله عيالها مرة كثير. اوف كم عددهم ذولي، 1 2 3، ورب ضيعتهم من كثرهم. بس لنا موعد بعدين، بس خلونا نجيب القرن اول وراح اشقك شق. بكرة تندم جميل. وحصلنا الماعز، بس كيف بنقتلهم؟ نسيت اجيب سلاح الثلج، واصلا ما عندنا آلة السحر عشان نصنعه، وآلة السحر عشان نصنعها تحتاج ارانب، وما في ارانب في الربيع، لكن الحل عندي. يكتشف الغامض والمحيط، يستنتج بالعقل الكثير، كونان الرجل الصغير يسعى دائما، المحقق. وبسوي هذه الآلة حقة البحر عشان أقول لكم كيف تستفيد من النبتة اللي جبناها. تحط القارب وتحط عليها النبتة وبكذا تستنى 2.5 يوم وراح تطلع لك اللحمة بدون عيون. وكل ما تحصل زرعة جيبها في هذا المكان وحطها، لأنها تطلع لحمات واللحمة نستفيد منها من الطبخة اللي راح نكتشفها سوا. ونصنع آلة السحر.
ونصنع تمثال ويلسون، وهذا يعتبر من مزاياه. حطه في البيت وروحك تنربط معه، إذا مت ترسب منه أي شخص يمدي يربط روحه، يعني تقدروا كلكم تستعملوه، لكن أول شخص راح يموت راح يخسر التمثال وينتهي، وشكله يظهر فوق على اليمين. نرجع للماعز ونسيد سلاح الثلج، نرجع بأسرع وقت نصنع سلاح الثلج ونرجع للماعز مرة ثانية. تضرب واحد ضربة وتأكد انك لابس المظلة عشان لا تتكهرب. نسبة انه ينزل القرن 25%، فعاد انت وحظك. وبرضو تقدر تجيب منه حليب، لكن تحتاج تكون اخر ضربة بعصا النور. وحصلنا قرن واحد بس، وتأكد انك تخلي واحد منهم على الاقل عشان يتكاثروا بعدين. نفس نظام البفلو بس الماعز اندر. وصراحة استنيت يجيني مطر الضفادع عشان اخليهم يتحاربوا مع البفلو، لكن للأسف ما نزلوا. بس انت لو جوك تقدر تلبس خوذة البفلو وما راح يهاجموك اذا كان قعرهم احمر. واخيرا سلاح النور، ايوه هذه اللحمة اللي نبيها. انا خبصت في الطبخة اي شيء، لكن هذه الطبخات اللي ممكن تستفيد منها بهذه اللحمة. وأبي أسوي آلة الثلج عشان الصيف، بس ما في جولد، راح نضطر نتاجر مع ملك الخنازير. خذ يا عمي حسافة على اللحمة اللي راح في كرشتك، لكن مضطرين إيش نسوي. وصنعنا الفلينجو، أفكر أحطها وسط البيت عشان تغطي أكبر منطقة، وبكسر مكان النار عشان أحط مكانها الفلينجو في الوسط. ولا ننسى النار الباردة عشان الصيف. والكلب جاي، يا مرحبا. تعال تحسبني أخاف منه. وصاحب الكلب كان يقول المسه من ركبته. حبيبي شوف أنا مرة كيري ولهكوه. كان يقول استريح يا حبيبي انت وياه. وبخلي النار الحارة هنا والباردة هنا عشان الصيف. والليلة ليلة 51، يعني القمر مكتمل. وفي يتحول الخنازير الى مستذئبين، قتلهم عشان تاخذ اللحم وجلودهم. وفي شيء مهم تأخرت فيه، واللي هو الجلومر، وهذا المكان تحصل فيه وردة. لما يكتمل القمر تقدر تشيلها معاك وتسحب الذبانة للبيس، تفيدك بالروة، تقدر تولع فيها النار وتعبي فيها آلات الثلج. بما انه جاء مطر نستنى هذه الفرصة من زمان، ومعانا سلاح النور نروح نحاسب بوس الربيع البط الغزال. صراحة فكرت مرة واثنين وثلاثة، كيف بذبح البط الغزال وعنده كل ذول العيال؟ حاولت استفرد بواحد، لكن الكلب طلع مرة سريع. لكن تدرون لعيونكم بذبحها ويصير اللي يصير. Thank you.
وقسم ما هو أنا اللي ذبحتها وحش الشجر اللي سواها الخسيس. قله شوف كيف هجموا عليه، الله لا يحطني مكانك. تسمحوا لي أخذ الريش وأمشي؟ العن إبليسهم أكلوا الأخضر واليابس، لا وقلبوا علي. بستفرد بهذا الحال، موت قبل لا يجي إخوانك. أوه أنا رحت فيها، متنا. خلاص سمحوني ولا تردوني، إلى متى راح تلحقوني؟ تكفوني عيوني، ما لي دم لا تلوموني، أهم السبب صدقوني، شجعوني وحرضوني وعليكم دلوني ونسوني، نسوني إنكم في العيد بتضحوني.